من باريس معي الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي أهلا بك. هل يمكن القول أنه في تباينات في المواقف الأوروبية فيما يتعلق بالضربات الثلاثية التي حدثت ضد أهداف سوريا؟ يعني بمعنى أنه بريطانيا فرنسا لها موقف شبه موحد ربما على غير على خلاف دول أوروبية أخرى؟ الحقيقة لم يظهر ذلك بشكل واضح وجلي، وإن كان هنالك بعض التحفظات التي ظهرت محمد خلال الأيام القليلة الماضية سواء قبل الضربة أو بعدها من الجانب الألماني على سبيل المثال، ولكن لم تكن معارضة شديدة سواء من قبل مؤسسة الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات التابعة للاتحاد أو من قبل الدول كأعضاء. لذلك بدأ أن الغرب في هذه الضربات موحدا وراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا مع بعض التحفظ هنا وهناك. الحقيقة ربما وما كانت التحفظات على المستوى الداخلي سواء في فرنسا أو في بريطانيا أكثر قوة وأشد مضاء ضد هذه الضربات، خصوصا من تيارات معارضة للحكومات الحاكمة، ولكن باعتقادي على المستوى الأوروبي لم تكن هنالك معارضة حقيقية يمكن الإشارة إليها بالبنان. بس ولكن دكتور، إذا لاحظنا في طريقة الخطاب الأوروبي مثلا عندما يقولون نتفهم الضربات، يعني وكأنه في نوع من التأييد الخجول إذا وصل إلى درجة التأييد. معك كل الحق محمد، خصوصا إذا ما راجعنا الحقيقة إلى السياسة الغربية بشكل عام اتجاه الملف السوري، كان بقيت دول الاتحاد الأوروبي دورها هامشي فيما يجري على الأرض السورية سواء ميدانيا وعسكريا أو سياسيا في خلال رسم ملامح للحل السياسي أو للمفاوضات أو ما إلى هنالك. بقي الحقيقة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في سياستها تحت سقف الاستراتيجية العامة التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة كانت هنالك محاولات من بعض الدول وعلى رأسها فرنسا من أجل لعب دور أكثر قوة في الملف السوري، ولكن كل محاولاتها الحقيقة باءت بالفشل. وبالتالي باعتقادي أن دول الاتحاد الأوروبي تدرك حدود قوتها وحدود نفوذها وحدود إمكانية التأثير على ما يجري على الأرض، وهي ملتزمة بهذه الحدود التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. تنشأ مشكلة أساسية محمد عندما لا تكون هنالك توجهات واضحة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يجعل الدول الأوروبية سياستها غير واضحة، أيضا لا تعرف هل هي تنساق مع الولايات المتحدة الأمريكية أم تأخذ موقفا مختلفا. خذ على سبيل المثال مسألة سحب القوات الأمريكية التي أعلن عنها ترامب قبل عدة أيام، ثم كان هنالك تصريحات مناقضة من قبل الاتحاد الأوروبي من قبل الإدارة الأمريكية. هذا الحقيقة جعل الدول الأوروبية موقفها غير واضح تماما من هذه القضية، وبالتالي في منطقة الشرق الأوسط في الملف السوري على وجه التحديد باعتقادي أن السياسة الأمريكية هي الفاعلة أكثر بكثير من دول الاتحاد الأوروبي. طب يمكن أنه هذه التساؤلات الأوروبية أو ربما يعني لا أريد أن أقول شكوك بمعنى الشكوك، ولكن أنه يثيرون المزيد من علامات الاستفهام، خصوصا أنه لا يوجد يعني نتيجة واضحة لهذه الضربات. يعني ما الأهداف التي ضربت؟ ماذا حققت هذه الضربات؟ هل الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعني سيثير مثل هذه التساؤلات؟ الحقيقة سؤالك صعب للغاية عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ربما إذا كنت تقصد المؤسسات نعم يمكن أن يثار ضمن البرلمان الأوروبي، ولكن على مستوى الاتحاد على مستوى دول الاتحاد الحقيقة لا توجد هنالك سياسة واضحة تجاه مجموعة من الملفات، منها الملف السوري، منها الملف النووي الإيراني. خذ ما السبب أنه ما في سياسة واضحة يعني من أجل إقراره يوم أمس وهو فرض عقوبات؟ الحقيقة أولا لأن لا يوجد هنالك مركزية في القرار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بقي هنالك بعض الوحدة اقتصادية، الاتحاد الأوروبي مؤسسة اقتصادية قبل أن تكون سياسية، وبالتالي لا توجد مركزية. أضف إلى ذلك تباين الرؤى وتباين السياسات وتباين الرؤية للمشكلات الدولية، بينما فرنسا منخرطة على سبيل المثال في حرب في الساحل والصحراء، منخرطة في المسائل السياسية. ألمانيا الحقيقة تكف عن ذلك وتعمل في الإطار الاقتصادي وفي إطار
مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأولى، تباين المصالح من جهة. أيضا الحقيقة هنالك عامل مهم محمد يجب الإشارة إليه، إلى أن لروسيا داخل دول الاتحاد الأوروبي مؤيدين لها، وبالتالي هؤلاء يؤثرون حتى على قرارات الاتحاد الأوروبي، لذلك تأتي هذه القرارات باهتة في أغلب الأحيان، على سواء كان الأمر يتعلق بعقوبات على روسيا فيما يتعلق بانتهاك سياسات معارضة لروسيا. لذلك باعتقادي كل هذه العوامل مجتمعة تجعل القرار الأوروبي غالبا ما يأتي ضعيف، وغالبا ما يلجأ إلى الاستراتيجية الأمريكية لكي يسير تحت سقفها. شكرا لك من باريس الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي.